في كتير ناس، وهذه شغلة بلاحظها عند الأغلبية، بتلاقي حاطين صحون للضيوف، فناجين ومعالق للضيوف، وإحنا بناكل من القديم، الصحون القديمة، الفناجين القديمة. وهذا إشي لما أنا أشوفه بتأكد أن هدول الأشخاص في هذا البيت ما بيعرفوا يحبوا حالهم. ليش؟ لأنه أنا ما في حدا أغلى مني، ما في إشي اسمه أحط صحون للضيوف. لا، أنا بأكل في أحسن الصحون، وبأكل في أحسن المعالق، وبشرب في أحسن فناجين وكوبايات. ليه؟ لأنه ما في حدا أحسن مني. أنا مش جايب الصحون عشان الناس تنبسط فيها وتقولي واو أنت جايب الصحون من المكان الفلاني. لا، أنا جايب الصحون عشان أنا أستمتع فيها، وبعدين لإيش فيها لما أنا أكل في هاي الصحون، ولما يجوا الناس أحط لهم منها، ما فيهاش ولا شيء. فعشان تبدي تقدري ذاتك وتتعلمي خطوات بسيطة في حبك لذاتك، مش غلط إني أنا أستعمل أحسن شيء موجود في البيت، ألبس أحسن لبس عندي عشاني أنا أستمتع في الصحن، أنا أستمتع في المعلقة اللي هي غالية، أنا أستمتع في الكوباية وفي الفنجان الغالي. ما حدش أحسن منك. ما تعملي خانة للضيوف وتحطيها وتقولي لا والله هذه اللي صحون للضيوف. لا، أنا أحسن من الضيوف، أنا أهم من الضيوف، أنا ذاتي بدها تستمتع. فحاولوا تستمتعوا في هاي الأشياء البسيطة، لأنه هاي الأشياء البسيطة كتير بتفرق معاكم وبتحسسكم بالثراء الداخلي.